ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا الإجمالي في البلاد إلى أكثر من 25,500 حالة، منها ما يزيد عن 7,800 إصابة نشطة وفق معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية. وقال مركز المعلومات والخبرة القومية لمكافحة كورونا التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان إن تناقل العدوى معتدل حالياً قياساً مع الموجة الأولى، إلا أن إسرائيل قد تصل إلى تشخيص 1,000 إصابة جديدة بالفيروس يومياً في غضون أسبوعين. وحذر المركز من ارتفاع عدد الإصابات الخطيرة وكذلك عدد الوفيات. ووفق تقديرات أمان فإن التوقعات قد تتحقق في حال عدم إقرار خطوات من شأنها وقف وتيرة انتشار الفيروس، كما وأوصت بتحسين الإعلام حيال كورونا وتشديد إنفاذ القانون وزيادة عدد الفحوصات وفرض قيود على مناطق أخرى في البلاد والعمل على منع تناقل العدوى في أماكن مغلقة.